السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. في هذا الفيديو سأتكلم عن الرسومات البيانية وما لازمش على الطلبة أن يديروا هذه الأخطاء، لأن الرسم البياني راه سهل وأن التنقيط عليه زوج نقط في البكالوريا مثلا لشعبة الأدب والفلسفة، شعبة العلوم التجريبية وشعبة التقني الرياضي والرياضيات عليه ثلاث نقط، يعني ثلاثة في اثنين ستة. فمثلا أنت في شعبة الأدب والفلسفة أنك تروح ما ترسمش، تروح لك زوج نقط، زوج في أربعة راهي ثمانية، ثمن نقط كامل تروح، لأن المعامل أربعة، ما لازمش عليكم أنكم تضيعوا النقاط في أمور سهلة. نبدأ بالدائرة النسبية، ما تنساوش العنوان، ما تنساوش المقياس والعملية الحسابية، أيضا تكتبوها في الورق المليمتري. فبالنسبة للورق المليمتري راهم يمدولكم في البكالوريا بدون أن أنكم تديو معاكم. لازم عليكم أنكم تحكموا القيمة اللي مدوها لكم في الجدول، يعني القيم تضربوهم في 3.6 مباشرة أنه تلقاو النتيجة. بالنسبة للأعمدة البيانية ما تنساوش المفتاح والمقياس والعنوان، وأنه الأعمدة البيانية تحبوا أنكم تلونوهم والله ما تلونوهمش، كيف كيف تحبوا تلونوهم عادي. عندكم في المنحنى البياني عندكم المقياس العنوان والمفتاح والخرائط، هو أنه عندكم التعيين والمفتاح والعنوان، ما تنساوش كل هذه الأمور اللي راني كاتبها له. عندكم التنبيه رقم واحد، في حالة ما عطاوكم سؤال وقالوا لكم عين الدول الموجودة مثلا في الجدول، والله الدول الموجودة في الفقرة، كاينين طلبة يروحوا ما يديروش العنوان، وهذا خطأ، هو أن العنوان موجود، تقولوا تعيين الدول الواردة في الجدول، وهذا ما حصل في بكالوريا 2019 في الموضوع الأول للتاريخ، تلقاو باللي أنه قالوا لهم وقعوا الدول الموجودة في الفقرة في مادة التاريخ، أنه التلاميذ راحوا ما داروش العنوان، بعض التلاميذ ما داروش العنوان، راحت لهم نص نقطة. فبالتالي تعيين الدول الواردة في الجدول هذا هو العنوان. تنبيه رقم اثنين، في حالة ما عطاوكم زوج دوائر نسبية، هو أنه كل دائرة نسبية وعنوانها، فمثلا في بعض البكالوريات مدوا لهم الصادرات والواردات، فبالتالي الدائرة النسبية راهي تمثل الصادرات ودائرة نسبية تمثل الواردات. في الدائرة الأولى تكتب العنوان وتكتب المقياس وتكتب ودير المفتاح، ايضا في الدائره الثانيه دير العنوان ودير المقياس ودير المفتاح. نذهب الى التنبيه الثالث والاخير، عند كتابه العنوان في الرسم البياني ديما قولوا دائره نسبيه تمثل كذا، منحنى بياني يمثل كذا، اعمده بيانيه تمثل كذا. هذه هي الاجابه النموذجيه يا طلبه، بتديو العلامه الكامله، ما تنسوا حتى حاجه من الشيء اللي حطيته في هذا الفيديو. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأي استفسار خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو. بالنسبة للتعليق على الجدول، هو أنه وصيتكم ديما ديروا أربعة مطات، لأنه الجدول لا يجب عليكم كتابته على شكل فقرة، وإنما أنكم تكتبوا على شكل مطات، كل مطة لها نص نقطة. فبالتالي أنه ديروا الكلمات المفتاحية، كلمة تباين راني ديما نقولها في الفيديوهات، روحوا للفيديوهات يعني القديمة فقط تلقاو هذا الأمر فيما يخص شرح التعليق على الجدول. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء.